وهذه بنتي فاصل مريضة الآن جبناها لعند الطادية قلنا إن شاء الله يكون خير. وجت الطائرة وضربت علينا للبيت وخرجنا هاربين من هنا لصنعاء من سبب الشظية. وصلت للشظية صايرة للبنت هذه حجرة، مش يعني شظية بس من حق الحرب. والله كان عاد مالي شي، بس كل ما زاد الحرب زاد التوتر بالبلاد، زاد والله ما اقول الا خير. يعني كان عاد الحمد لله في اسعار يعني هابطه شويه، اليوم لما زاد الحرب كل شيء على وكل حاجه يعني تضاعف خلاص كل شيء. وزوجي على يصير يدور العمل ضاع ضاع، ما نعرفش الان عنه اي شيء. والآن الحمد لله بقية ربع معي وحامل. والله نحس يعني ضيق، بس الواحد يستحمل الإنسان علشان عياله. إذا رفع هذا الحرب فلي إن شاء الله ربنا يصلح كل شيء.